مساء الخير. طقس قطب بارد عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، والكتل الرطبة عم تنحدر من تركيا نحو لبنان مدفوعة برياح شمالية عم بتسبب تساقط الثلوج على مستويات منخفضة. بينحسر تأثيره الأربعاء لتتجدد الأمطار والثلوج الخميس، ولكن بيكون المنخفض القادم الخميس والجمعة أقل فعالية. إذا جو بارد ومتقلب لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية؟ منشوف سوا. بنبدأ من عكار اللي عم تسجل 4 درجات، طرابلس والعاصمة بيروت 7 درجات، وصور 9 درجات. بننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 2 درجات تحت الصفر، لقلو 4 درجات تحت الصفر، زحلة 0، وجزين 4 درجات. نسبة رطوبة ساحل عم توصل ل 80%. الرياح السطحية الشمالية بتتراوح سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا بتابع بارد متقلب ومثلج صباحا، ليتحسن تدريجيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة اعتبارا من الظهر، ولكن بتبقى دون معدلاتها بحدود 6 درجات مع انحسار الكتلة القطبية الباردة نحو الشرق، ودرجات الحرارة بتسجل 7 درجات ساحلا. للخميس جونا قليل الغيوم بيتحول تدريجيا إلى غائم مع رياح نشطة وأمطار مع ثلوج على 1300 متر اعتبارا من الظهر، مع ارتفاع محدود درجات الحرارة اللي بتبقى دون معدلاتها الموسمية وبتسجل 12 درجة. للجمعة جونا بتابع غائم وماطر ومثلج، والتراكمات بتصير اعتبارا من 1500 متر، ودرجات الحرارة بتسجل 14 درجة. أما للسبت جونا مستقر غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بترتفع لل 15 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.